ما إن تسلم لبنان رئاسة مجلس الأمن لشهر أيلول الجاري حتى اتجهت الأنظار إلى ما قد يحمله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من مواقف تتعلق بملفات محلية وإقليمية، لعل أبرزها القضية الفلسطينية التي عاد الربط بينها وبين سلاح حزب الله، ربط لا يزال مرفوضا بالنسبة إلى فريق من اللبنانيين يرى أن مفهوم الدولة يرتبط بعدم وجود سلاح خارج سيطرة هذه الدولة. نحن موقفنا يرتبط بوجود الدولة، ونحن منقول أنه الدولة القوية القادرة هي يلي قادرة تدافع عن كل ترابها، وهي يلي واجباتها تحرر كل ترابها. أما أنه نجي نبرر وجود السلاح بأمور أخرى، منكون نحن عم نشجع عدم قيام الدولة، وعدم قيام الدولة رح يجعل من وضع لبنان كله سوا وضع ضعيف، ورح نكون نحن عم نشجع الآخرين على أنه يكونوا أقوى من دولة لبنان. تمسك بهذا الموقف إلى أي حد سوف يولد تباعد بينكم وبين البطريرك الراعي اللي كان موقفه متناقض لهذا هون الموقف. أنا خليني أميز بين الموقف مع غبطة البطريرك والموقف مع موقف غبطة البطريرك. العلاقة مع غبطة البطريرك لازم تبقى علاقة طبيعية وقائمة. كركي عندها مواقف تاريخية بالنسبة لقيام الدولة، بالنسبة لدور المسيحيين من الدولة. نحن بنعتبر أنه الوجود المسيحي بلبنان ووجود المسلمين بلبنان قائم ومرتهن لوجود دولتهم. بتقوى الدولة بنقوى كلنا بلبنان، تضعف الدولة نضعف كلنا، وبالتالي نحن هيدا موقفنا ينسجم مع الموقف التاريخي لبكركي يلي كل عمره بكركي هي المدافع الأول عن قيام الدولة وتقوية الدولة. يعني موقف البطريرك هو الذي لا ينسجم مع الموقف التاريخي لبكركي؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إلى غبطة البطريرك، أنا عم بحكي عن موقفنا. موقف عدوان تناقض كذلك مع مواقف البطريرك لناحية التخوف على الوجود المسيحي في الشرق إذا ما سقط النظام الحالي في سوريا. ما فيها نقول وجود مسيحي حمي نظام معين. الحماية تبع الوجود نحن المسيحي بدنا إياها بتفاعله بأنه يقدر يكون شريك بهالمجتمع يلي هو قائم فيه، وأي نظرة أخرى لوجود المسيحيين تتناقض مع طبيعة وجودهم وطبيعة وجود أي فريق من الأفريقاء. لازم نكون نحن تاركين للشعب السوري أنه يقدر يختار من يريد بمناخ من الحرية، بمناخ من لا قمع، بمناخ طبيعي. وأنا بعتقد هيدا الموقف لأسلم أنه ناخده وما نقعد نحن نفوت بأي مواقف أخرى. عدوان أكد استمرار التواصل مع البطريرك، لكنه في المقابل نفى علمه عما يشاع عن عقد مؤتمر موسع بين مسيحي الرابع عشر من أذار والبطريرك الماروني.